بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. الحمد لله يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء شئت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ربنا على أن وفقتنا للحمد. كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن لا إله إلا الله في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل صنوف الكائنات من الملأ الأعلى إليك رسائل، فالكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهداً، وقل للشهد من حلاك. الله في كل الحقائق ماثل، إن لم تكن تراه فهو يراك. يا ابن التراب أنت أنت، من خلقك؟ من صنعك؟ من صورك؟ من شق سمعك وبصرك؟ من سواك؟ من اجتباك؟ من اصطفاك؟ من بالعقل والخلافة حلاك؟ إنه الله رب العالمين. فأعجب ثم أعجب، كيف لا يذكر ولا يعبد ولا يشكر. وأشهد أن سيدي وسندي وقائدي وملاذي وحبيبي وقدوتي وشفيعي ومنقذي وطبيبي محمدًا رسول الله. طلع في أفق الوجود بدره، سطعت فيه شمسه، أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. هو خير نبي أرسله، بشيرًا ونذيرًا، داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً. بلغ الرسالة،
أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد، عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قرآن ربك يا محمد عزنا ونظامنا الداعي لعيش أرغدي، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. يا عباد الله، حدثان جليلان ومحطتان عظيمتان مرتا على الأمة، فحركت البحيرات الراكدة، وأعطت روحاً جديدة لجسد هامد متثاقل مسترخٍ، وقدحت زناداً فزلزلت قلوباً وفجرت براكين عطاء. حدثان، محطتان، موقفان، مرتا في الآونة الأخيرة، وإذا بهذه الأمة تسقط شرنقتها التي كانت أحكمت حولها حصاراً ودثاراً، فتجلت حقائق وظهرت بوارق هدى وإيمان، وينابيع الحب لله ولرسوله تفجرت بعطاء غير محدود. وإذا بالأمة التي ظن الجميع وظنت هي بأنها غرقت تماماً في أوحال الشهوات وفي مستنقعات الخرافات وفي أجواء ملوثة كدرة قذرة من المتاهات والملهيات والمغريات، هذه الأمة التي ظن خصومها وظن أبناؤها بأنه ما عاد فيها حياة، وما عاد التقوى على نهوض، وما عاد فيها إباء ولا قدرة على استعلاء، وأن الروابط مزقت فلا لقاء، وأن الوشائج قطعت فلا تواصل، وأنها تفرقت أيادي سبأ، فما عاد لها من خير يرجى منها، وما عاد لها من حلم جميل تحلم به في مستقبل نظيف عزيز كريم. هذه الأمة التي ظن أعداؤها وظن أبناؤها، ظن المتآمرون عليها وظن الحاقدون في أوساطها، ظنوا
أنها أصيبت بشلل عام لا يرجى برؤه، وأنها تغط في نوم عميق، فهي في حالة سكرة وفي حالة غدر لا يمكن أن تفتح عينها للنور بعد ذلك. إذ بحدثين يمران عليها مرورا سريعا، وإذا بالأمة تنتفض، وإذا بخيرها يتجلى، وإذا بأنوارها تسطع، وإذا بينابيع هداها تتفجر، وإذا بزلازل غضبها تتحرك، وإذا ببراكين غضبتها وغيرتها وفورتها تلقي حمما هنا وهناك. أرغمت أعداءها على أن يعيدوا الحسابات وعلى أن يجددوا الموقف منها، وكشفت لأبنائها ضرورة النظر في قدراتها وضبط صفوفها وتوزيع الأدوار والثغور لعملية نهضة. فتحرك الصالحون والمصلحون هنا وهناك يستثمرون هذه الخيرية، يعمقونها، يثبتون للأمة أنها ما زالت خير أمة أخرجت للناس. الحدث الأول يوم تجرأ الكلاب والذئاب والخنازير على نبينا عليه الصلاة والسلام، فأساءوا إليه بالألفاظ والصور والرسوم علناً جهاراً، ويظنون أنه لا أنصار له ولا أحباب ولا عشاق، وظنوا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو، ظنوا بأنه صار أبتراً كما ظن الأوائل، لا أبناء له ولا أحفاد ولا جنود له ولا كتائب ولا سرايا، فأعلنوا الإساءة وتواقحوا في الرسوم والألفاظ، فتزلزل بركان الأمة وخرجت شيبا وشبابا، كبارا صغارا، رجالا نساء، حكاما محكومين، خرجوا ينافحون، يدافعون، يغضبون، هذا بصرخته، وهذا بفكرته، وهذا بقلمه، وهذا بمقاطعته، وهذا باستنكاره، وهذا بشجبه، وهذا بغضبه. والمجاهدون الاستشهاديون في أراضي الجراح في العراق وفلسطين عبروا عن غضبة بقنابل، بعمليات نوعية ضد من يوالونهم ومن يناصرونهم ومن يقفون معهم. وإذا بأعداء الأمة مجتمعين يسارعون إلى الاعتذار، ويسارعون إلى بيان موقف إما حيادي أو مناصر، بدءاً من الأمين العام لهيئة الأمم، إلى الرئيس الأمريكي، إلى الرئيس الفرنسي، إلى وزير خارجية بريطانيا، إلى باب الفاتيكان، كلهم راجعوا الحسابات وأعلنوا ولو موقف مجاملة يتهربون فيه من الغضبة والثورة، ويريدون أن يهدئوها حتى لا تمتد فتتنامى وتصبح تياراً يفرض نفسه عالمياً. وجدنا المسلمين من المحيط إلى المحيط، وجدناهم في بلاد العرب والعجم، في قلب أوروبا وأمريكا، في عمق الدنمارك التي انطلقت منها الإساءة، يتحركون بحالة غضب، غليان أجمل ما فيها وأروع ما فيها أننا تناسينا فيها الشعارات والحزبيات والمذهبيات، وانطلقنا باسم محمد صلى الله عليه وسلم نرفع عقيرتنا باسمه، والكل على اختلاف قناعاتهم ومذاهبهم وألوانهم يرددون كلمة واحدة: إلا رسول الله، إلا رسول الله. دوت بها حناجر الملايين، دوت بها الحناجر، وسال بها مداد الأقلام، وإذا
بمحمد في روضته يرى جنده، يرى كتائبه، يرى أنصاره، يرى أحبابه، توحدوا، تماسكوا، انطلقوا، هبوا، وإذا بهم إعصار يقتلع كل جذور الباطل وكل أوهام الفرعنة المعاصرة، ويزلزل عروش المتألهين والطغاة والبغاة. ما أروعها لو رشدت، وما أجملها لو اكتملت. وأعظم بك يا أمتي لو تحرك في أوساطك قدوات أحرار أبرار أخيار، لا يخافون خطوط النار، لا يحسبون حساب وهم الخوف، ويمضون بك نحو الأمام، يفجرون مزيد العطاء، ويرصونك في صف موحد ترغمين به كل الخصوم على أن يتراجعوا إلى الوراء منكسرين منحسرين. نعم، حدث جلل أربك الدنمارك بمقاطعة شاملة، هزها هزا عنيفا تريد أن تجد حلا، ولكن المؤامرة الدولية التي وضعت الدنمارك واجهة طلبت منها الثبات، وعوضتها بالمساعدات، وعوضت خسائرها المادية. إنها مؤامرة وهو حدث، لكنه كشف الأمة على حقيقتها، وكشف للعدو بأننا ما زلنا أحياء، لم نمت بعد أبدا. وحدث آخر نمر به الآن، عاشوراء. عاشوراء، ما أجملك يا أمتي، ما أروعك، وهو نفل اختلفت فيه الأقوال باستحباب صيامه أو لا، ولكن رأينا الناس يتدافعون حتى الصغار، رأينا العمال في حر اللاهبة تحت الشمس في بلاد العجم، ورأيناهم في أعمالهم وأشغالهم في بلاد العرب يسارعون إلى صيام هذا النفل، كأننا في رمضان جديد مر ليوم واحد. أمة تسارع طواعية، لا فرضية ولا إلزام ولا رقيب ولا معاتب، لكي تطيع ربها، لكي يغفر ذنبها في عام مضى، لكي تحيي شعيرة من شعائر هذا الدين. عاشوراء، عاشوراء، وأعظم بمحطات عاشوراء. عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من بني إسرائيل من الغرق ومن فرعون. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فرأى اليهود يصومونه، فقال لم تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من الغرق. فقال فنحن أولى بموسى، فصامه وأمر بصيامه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. وعاشوراء الحسين يوم انطلق ابن الزهراء يرفع عقيرته ويجدد مسيرته ويقول إرث جد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخلافة الإسلام الراشدة خرجت عن طورها إلى ملك عضوض، أفديها بنفسي وأعيدها بدمي، وأعلن صرخته إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. موسى يضحي، والحسين في نفس اليوم يضحي ريحانة النبي وسبطه رضي الله تعالى عنه. والأمة نراها في عاشوراء، نراها في عاشوراء التم شملها فصامت على امتداد الأرض، وما عدنا نجد فارقا بين سنة وشيعة في الاحتفال بهذا اليوم. نحتفل بموسى ومن معه، ويوحدنا موقف الحسين نهج حياة. وإذا بعاشوراء يأتي في وقت أحيكت المؤامرة ودبرت فصولها من أجل تفجير قنبلة الصراع المذهبي بين السنة والشيعة على امتداد رقعة الأمة.
العملاء يعملون، الأذرع تخطط، الميزانيات تبذل، الأبرياء يقتلون باسم السنة والشيعة، والكل براء. إنما هي فرق موت عميلة، وإنما العمالة صنائع العدو، وإن الخائن العميل لا مذهب له ولا دين. الأمة بمجموعها منه براء. وإذا بالأمة تعود فتلتقي، تلتقي بهذا الحدث العظيم، وتزول الفوارق من جديد. وإذا بعاشوراء يوحد موقفها وصفها، فتتعالى على كل الفتنة، وتسمو فوق كل همساتها الخافتة في العتمات. ما أجملك يا أمتي يوم تكتشفين نفسك، وتعرفين أن وجودك وعزك وكرامتك وانتصارك مرهون بالوحدة، وأن العدو قد اعترف بالفشل في أن ينال منك عسكريا وسياسيا وفكريا وثقافيا وأخلاقيا. فرغم كل الهجمة المستعرة، ما زلنا أحياء، وما زلت أنت أمة محمد وأحمد وطه والمصطفى. ما زال القرآن هو الرائد، هو الحكم والحادي، وما زال الإسلام هو منظومة تشملنا، وخيمة تضمنا وتعمنا، ومنهج حياة إلى أبواب الجنة يقودنا. فالأعداء راعهم ذلك، أو قرون من المؤامرة، قرون مئات السنين، قرون من المؤامرة لم يقصروا فيها بجهد، بذلوا كل شيء، أخرجوا كل كيد ومكر وغدر وتآمر، مهما بلغ من الخسة والانحطاط، ومارسوه على الأمة وأبنائها. لكنها ما زالت تغضب، ما زالت تتحرك، ما زالت تقول بملء الفم لا، وبالمواقف ترغم أنوف المتجبرين من أعدائها. فهالهم ذلك، راعهم ذلك، أرعبهم ذلك. فأمامهم أمل أخير، وفرصة وحيدة نهائية، أن تقتتلي أيتها الأمة، أن تتصارعي، أن يذبح بعضك بعضا، فيقضون علينا بأيدينا، ثم يجهزون على من تبقى منا. فبدأت المؤامرة ترتب فصولها على أعلى مستوى. فيا عباد الله، أناديكم بنداء القرآن، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. هذه بينات نسوقها، نبينها، نوضحها، فإياكم أن تختلفوا بعد أن جاءت البينات. يا عباد الله، أحذركم بتحذير الله من فوق سبع طباق، تحذير يملأ سمع الزمان والمكان. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. يا عباد الله، يا عباد الله، حدثان جليلان كشفا حقيقة الأمة، وحدا صفها، حركا نبضها من جديد، أظهرا همتها وإرادتها. فتعالوا نرشد، نتأكد من خلال هذا بأن هذه الأمة خيرها عظيم، مهما سارت نحو الغفلة، ومهما وقعت ظاهرا في المعاصي والآثام، فهي لا تحتاج إلا إلى محفزات ومواقف تهزها حتى يتجلى خيرها ونورها. وأقول منها هنا، أقول لأولئك الذين يخاطبون الأمة بخطاب التصغير أو بخطاب التيئيس، أقول لهم حاذروا. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي كالغيث، أمتي كالغيث، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، وأنتم الآخر والخير فيكم بيقين، بيقين، هذا لا شك فيه أبدا. وأخاطب أولئك الذين يصغرون الأمة ويدعونها إلى الإحباط، ولا ينفخون فيها روح الهمة العلية،
والأمل والاستبشار. أقول لهم، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، هذه الأمة لا تهلك أبدا. لقد تسابق عصاتها وأصحاب الغفلة فيها، ومن لا يرى على ظاهره من خير تسابقوا لنصرة محمد عليه الصلاة والسلام، يفدونه بالنفس والمهد، يبذلون من أجله كل غال ورخيص. فيا أمتي، ابحثي عن مزيد من قوتك، نقبي عن مزيد من ينابيعك، اكتشفي مزيدا من تفاصيل هويتك الربانية العلوية. يا أمتي، أنت الخير، والخير لن يساق إلا على أيديك. ومنذ أشهر في مؤتمر عقد في ألمانيا ونشرته الديرش بيجل الألمانية، يقول رئيس إحدى الجامعات الألمانية في محاضرة له، وكان يحضرها وفود خليجية، يقول في هذه المحاضرة: مهما نسب إلى الأمة الإسلامية، هكذا، مهما نسب إلى الأمة الإسلامية من نعوت وأوصاف تحقرها وتصغرها وتدعو لموقف في مواجهتها، فنحن نعلم في قرارة أنفسنا بأن خلاص البشرية لن يكون إلا على يد هذه الأمة. وكانوا يبحثون في المشاكل الاقتصادية التي تصيب العالم، ثم قال: وإني بأبحاث مدققة محققة تأكد لي بأن حل الأزمة الاقتصادية العالمية لا يمكن أن يتم إلا من خلال الشريعة الإسلامية، من خلال الإسلام الذي تحاربه أمريكا وأوروبا، والفضل ما شهدت به الأعداء. أيتها الأمة، المستقبل مرهون بك، وصدقي، لن يظهر الخير العام الكوني إلا على يدك، أيديكم أنتم رجالاً نساءً كباراً صغاراً، ألا ففتشوا، نقبوا، تحركوا، استعدوا، تيقنوا، واعلموا بأن النصر صبر ساعة، واعلموا أنه مهما طال الليل لا بد من فجر آتي، واعلموا بأنه في النهاية لا يحق إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح، وأن المستقبل لنا شاء من شاء وأبى من أبى. فوحدوا صفوفكم حكاما ومحكومين، تساموا فوق الفتنة المذهبية والعرقية والمناطقية، كونوا صفا واحدا، تحركوا بفكر وإرادة ووعي شمولي يستوعب حجم المؤامرة القادمة، ثم توزعوا الأدوار فيما بينكم وانطلقوا بهدوء، وهدوءكم إذا تحرك بالحق فإن الباطل زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم فجر طاقات أمتي، اللهم حرك زلازلها، اللهم أطلق حمم براكينها، اللهم فك أغلال العقول، اللهم نور الأفئدة والقلوب، اللهم رص الصفوف ولم الشمل، اللهم وحد جبهاتنا الداخلية والخارجية، اللهم اجعلنا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وعجل لنا بفرج ونصر قريب. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إرغاماً لمن جحد به وكفر، وإعزازاً لمن آمن به وشكر، وأشهد أن محمدًا رسول الله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله،
محذراً نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعياً نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: ولم يزل قائلاً عليماً وآمراً حكيماً، تعظيماً لشأن نبيه وتكريماً وإرشاداً لنا وتعليماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وعظِّم وشرِّف وكرِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارضَ يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعيهم وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم، آمين آمين آمين. يا عباد الله، أنبِّه إلى أمرين اثنين حتى لا يقع المسلمون بهما. الأمر الأول: لا يجوز البتة، خصوصاً للإخوة الذين خارج الحرم أو الأخوات في مصلى النساء، لا يجوز البتة أبداً أن يجري أي كلام أو حديث ما بين مصل وآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه أنصت، يعني قل له أو أسكت، والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي ذهب أجر الصلاة، وعند البعض قد يصل إلى البطلان، لا تأخذ أجرها وحضورها. يقول: ومن مس الحصى فقد لغى. فلا يجوز إلا التوجه الكامل إلى سماع موعظة الخطيب أو الانشغال بحديث، وخصوصا الأخوات أو بعض الإخوة في الخارج. اثنين: أرى بعض الإخوة بين الخطبتين في جلسة الاستراحة يقومون فيصلون، وصلاتهم لا تصح في مثل هذا الموضع أو مثل هذا الموقف. إنما إذا دخلت أخي، إذا أحببت أن تركع ركعتان خفيفتان فافعل إذا كان الخطيب على المنبر، وإلا فاجلس، والجلوس خير من أن تقوم بالصلاة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا صريخ المكروبين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتصلح بها أحوالنا، وتزكي بها أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك حرباً على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم يا موضع كل شكوى، يا صاحب كل نجوى، يا سامع كل خفية، يا صارف كل بلية، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ندعوك ونحن المضطرون يا رب، فاكشف ما بنا يا رب، اكشف ما بأمتنا يا رب، رد أعداءنا يا رب، أعلي أمرنا يا رب،
انصرنا على أعدائنا يا رب، أوقف نزف جراحنا يا رب، رد لنا أرضنا يا رب، اجعلنا نثأر لأعراضنا يا رب، حرر لنا مقدساتنا يا رب، أعلي شأننا، أعلي أمرنا، أعد لنا وسام خيريتنا، وحقك وإن خالفناك فإننا أحببناك، وإن عصيناك فإننا أطعناك. اللهم فعامنا بكرمك لا بلؤمنا، وبإحسانك لا بإساءاتنا، وبما أنت أهله لا بما نحن أهله. كن لأبنائنا في فلسطين، اجمع أمرهم، أطفئ فتيل الفتنة بينهم، وحد صفوفهم، اجعل سلاحهم في نحور عدوهم، هيئ لهم من يجمع أمرهم ومن يقوم بالمصالحة فيما بينهم. كن لأبناء العراق، كن لأبناء العراق، فلقد استحر الموت فيهم يا الله، استحر القتل فيهم يا رباه. اللهم اكشف في ساحة الحراق كل المتآمرين والموتورين والخائنين والعابثين والذين يستبيحون دماء العراقيين. اللهم اكشفهم، اللهم افضحهم، اللهم اقتلهم، اللهم زلزلهم. وعليك بمن احتل العراق، عليك بأمريكا، عليك ببريطانيا، عليك بمن حالفهما، عليك بمن أعانهما. اللهم أذل أنوفهم، اللهم حطم جباههم، اللهم زلزل قوتهم، اللهم حرك عليهم رياحك وجنودك، وما يعلم جنودك إلا أنت يا رب القوة والجلال، يا من يملك الجبروت كله، يا قادر يا مقتدر، يا جبار يا قهار. أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوما أسودا تبرد فيه حر صدورنا يا الله. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. عليك بدعاة الفتنة في لبنان، عليك بالطابور الخامس، عليك بالمتآمرين مع أعداء الأمة. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، وأرجع للبنان أمنه وأمانه ووحدته واستقراره على أيدي الصادقين والمخلصين يا رب السماوات والأراضين. اللهم احمي سوريا، احمي أبناءها، احمي شعبها، وحد كلمتها، رص صفها، فهي البقعة الطاهرة، هي بقعة الكرامة التي لم تنحني. اللهم نعوذ بك أن تذلها، نعوذ بك أن تسلط عليها عدوها. اللهم اجعل أبناءها خير جند لك، واجعلهم محلا لنصرتك وغارتك، وعلى أيديهم حقق عز الأمة وكرامتها يا الله. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تعلن مؤسسة غرباء الشام للإعلام عن إصداراتها الجديدة في مسيرة الوعي والنهوض بالأمة. المحاضرات كل الليالي عندنا ليلة القدر، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، يا ليت قومي يعلمون، أجوبة معاصرة وهذه مهمة، تأملات في سنن الله، ومن الخطب الخطبة الأخيرة، موساد تبتلع بلاد، موساد تبتلع بلاد. كما أذكر حضراتكم بموعد محاضرة الغد في 7:30 إن شاء الله، وهي بعنوان أنوار تمزق الظلمات، أنوار تمزق الظلمات، في قاعة الإيمان في 7:30. أقم الصلاة.